غادير عندي زوج كيسان فرينه مع نص كاس لبن، تقدروا ديروا رايب ولا ياوت اذا مش متوفر عندكم، ربع كاس زيت، كذلك الماء حسب الحاجه تاعكم، حسب العجينه تاعنا، حسب الفرينه. كذلك هنا عندي سكر، ملعقه سكر، كذلك ملعقه خميره تاع الحاجه. هنا راح نديرها، ندير رشه ملعقه صغيره تاع الملح باش ما نساوحش هكذا ونخلط. هنا بالنسبه للمكونات راح نضيفهم كامل مع بعض، راح نضيف السكر مع الخميره، كذلك عندي ملعقه خل، وهذه الملعقه خل يعني بزاف مهمه، تعطيكم تخلي العجينه تاعكم لمسها رائع. عندي ملعقه خل ابيض، اذا عندكمش خل ابيض تقدروا ما ديروش، اي نوع عندكم تاع خل. كذلك راح ندير البن تاعي، الزيت، ونخلط. بهذا الشكل نزيد غير شويه كميه قليله من الماء فقط باش تلم العجينه ويكون ما دافي. يكون بعد ما تلمت لي العجينه ندلكها واحد زوج دقائق فقط هكذا، ماشي تكواشون هكذا العجينه هكذا فقط مليح. هذا ما كان طايريك هكذا ونحطها تريح. المده تاع الريح تاع يعني حتى تطلع لكم تضاعف لكم الحجم تاعها، غطوها بطرشونه ولا بسي لكم كيما تحبوا وخليها تريح. هنايا للحشو واش راح نستحقوا؟ شويه زيتون، فرماج، اساس الطماطم، اللي جينا تاعنا قرصتها كدوائر بعد ما حليتها. راح نشوفوا كيفاش راح نخدموا مع بعض. البريكدات تاعي هنايا راح ندير لهم شويه بيض هكذايا في الاطراف، ندهنهم بالبيض. وندير لهم الفوق شويه درت هنايا شويه جنجلان مع شويه زعتر فقط للتزيين هكذا من الفوق. نديهم للفرن يطيبوا من تحت ومن الفوق حتى يحمروا هكذا ونقدمهم. هذيك الفرماج دو كيدوب لي تقدروا تستعملوا اي فرماج عندكم هكذا، يوم تلاقاو في طبق مالك. الوليدات تاعنا تشوفوا يجوا خفاف هايلين وفنان، بالكم هاد العجينه انا نخدم بها كلش، شوفوا يجيكم خفاف هايلين روعه. ان شاء الله كان عجبتكم وصفه اليوم، اذا عجبتكم تلاقاو في وصفه واحده اخرى مع مطبخ انيسه.